ايوه يا فاروق، استاذ عبد الناصر، تحت لحضرتك ولكل جمهورك الكريم. مساء الفل يا فاروق. مساء الفل عليك يا استاذ عبد الناصر. قول لي يا الاول ميعاد الماتش عشان انا عملت بلبله مع الناس. لا، المباراة إن شاء الله بإذن الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت الإمارات. تمام كده يا حبيبي، 7 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت الامارات، انا قلبتها. أيوه بالظبط. طبعا عايز اقول لحضرتك على واحد، استعداد لا الفريقين لو النبي وارشد. والنبي بس ارد على واحد بيقول لك لو بتقول الحقيقة قول لنا استفدت كام مليون من الحرب على مرتضى منصور من داخل مصر وخارجها. ما انت مريض، كام مليون وهو لا العظيم كام مليون، ده انا بعت ممتلكات يا مغفل. استنى بس احضر الواد ده عشان عيل تافه وقاعد من الصبح صبر عليه وزهقت منه بصراحة. اتفضل يا فاروق. طبعا في ابو ظبي اعلنوا نفاذ تذاكر مباراه السوبر بالكامل، مناصفه بين الجمهورين. الابواب هتفتح قبل بدايه المباراه ب3 ساعات. سهيل العريف المدير التنفيذي لمجلس ابو ظبي كان قال ان التذاكر كانت امشكت، لكن النهارده خلاص اعلنوا رسمي انها انتهت، وان المباراه هتفتح قبل الابواب هتفتح قبل المباراه ب3 ساعات. والجمهورين او التذاكر كانت مناصفه بين الجمهورين وخلصت. طبعا ان شاء الله المباراه زي ما قلنا يوم الجمعه الساعه 7 مساء، وان شاء الله ربنا يوفق الفرقتين. انا عايز اقول لحضرتك يعقوب السعدي، اي تصريحين على النادي الاهلي والزمالك يعني عاملين صدى جامد قوي على السوشيال ميديا. قال عن الزمالك الاول، قال لك لانه بطل الدوري والكاس هنبدا بالزمالك اكتر ما في مصر يشبهه، كل الانديه مصريه بالطبع وكلها وطنيه بلا شك، لكن الزمالك مختلف، هو من ردد حبوه سنظل اوفياء، هو مدرسه الكوره وكتابها الف الف باء، هو مش سهل حتى لو استكان، هو حاضر وبنيان، اجمل ما فيه انه فنان. بعد كده اتكلم عن النادي الاهلي وقال اي مشجع لاي فريق في العالم لو سالته بتشجع ايه يقول لك انا بشجع فريق كذا، ولكن وحده مشجع الاهلي الاهلاوي يقول لك بانتهاش طبعا اهلاوي، وكان جمهور الاهلي بيؤمن ان في الاصل لازم تكون اهلاوي، ان الاصل انك اهلاوي، ما يقولكش انا بشجع نادي كذا يقول لك لا انا اهلاوي، يقول لك طبعا اهلاوي. طب انا عايز الاهلي في افهم مصر على حاجه، اكبر. يعقوب السعد لما قال الكلام ده في حق الزمالك ده يزعل الاهلاويه في حاجه؟ لا لا، ما زعلش حاجه، هو قال كلام على الزمالك وقال كلام على الاهلي برضه. والكلام اللي قاله على الاهلي يزعل الزملكاويه في حاجه؟ لا لا لا، ما فيش كلام ده خالص. هذا ما نحلم بيه، ان احنا نكون زي الفل مع الطرفين بس. فقال الاهلي في مصر اكبر من فريق ومن بطوله ومن اهداف. انا سمعته في بيوت اسر مصريه بسيطه من الشبابيك من النوافذ بيعلنوا فرحتهم بهتافات. اعرف بعض الناس شخصيا في مصر يعنيهم اولا، يعني اول حاجه يعنيهم ان يفوز الاهلي وما يهمش بعدها اللي يحصل، بيكفيهم انهم بيحتضنوا الاهلي والتيشيرت الاحمر فرحا، وما فاتهم من الواقع، ما فوتهم من الواقع من الدنيا تعوضوا مع الاهلي الاحلام والفرحه بالبطولات. طبعا الكلام اللي سأله على الاهلي او الزمالك كل الصفحات بتتناقله، الراجل يعني المقدمه اللي عملها محترمه جدا، اتكلم على المباراه واتكلم على استعدادات الاهلي والزمالك، وان هو بيفخر ان دوله الامارات يعني بتستقبل مباراه بالحجم ده، وان هو ديربي الوطن العربي، وان هو سعيد. قنوات ابو ظبي، القناه الاولى هتذيع، ابو ظبي الاولى هتذيع المباراه بصوت 2 معلقين اماراتيين، علي فارس عوض وعلي سعيد الكعبي، والقناه الثانيه هتذيعه الأجنبية اللي فيه أجانب كتير مهتمين إن يتفرجوا على ديربي القاهرة، الديربي الأكبر وفي الوطن العربي. فأكد على ده وأكد إن اللي واصل لهم إن نسب المشاهدات هتبقى في الوطن العربي كبيرة جدا، وقال إنه هتبقى فيه 25 كاميرا تغطي المباراة من جميع الجوانب ومن جميع الزوايا، وإن هتتغطى على أعلى مستوى يمكن من أكبر المباريات اللي تغطيها الإمارات بالصورة دي. فطبعا بيشوق الجمهور ان التغطيه تبقى على اعلى مستوى، كمان ان المباراه لو خلصت وقتها بالتعادل هيبقى في وقت اضافي، بعد كده هيبقى في ضربات جزاء. فطبعا كل الكلام ده الجمهور سواء الاهلي او الزمالك يعني قابل الكلام ده بفرح وبسعاده، لان طبعا هنشوف مباراه بشكل تاني مغاير. لان خلي انت حضرتك يا استاذ عبد الناصر من كام يوم لما كنا بنتكلم قلت انا ما اعرفش ليه الماتشات ما عادتش بتتذاع بالجوده بتاعت السنه اللي فاتت، اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها. فان حتى الجمهور كله كان بيتكلم ان الموضوع صعب التصوير اللي احنا شايفينه في مباراه الدوري لحد دلوقتي، لكن ان شاء الله في السوبر هتبقى شكل تاني واختلاف تاني. كمان مباراه السوبر هتتذاع على اون تايم سبورت،
كابتن مدحت شلبي على الصوتيه الاولى، وكابتن ايمن الكاشف على الصوتيه الثانيه. فيعني المرات السوبر هتبقى على اكتر من قناه، 3 قنوات، 2 عربي وواحده انجليزي، فالتغطيه هتبقى على اعلى مستوى ان شاء الله. يعني اتمنى المباراه تخرج وتليق بقمه الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فاروق. تحياتي لحضرتك يا عبد الناصر ولكل جمهورك الكريم. فاروق راجل محترم والله، ويتعب معانا جدا.